علشان نطمن بشكل اكبر ونعرف كل التفاصيل، خلينا نروح لقلب الحدث مع زميلنا العزيز كريم احمد مراسل قناه الاهلي من استاد مختار التتش عشان نطمن من خلاله عن كل الجديد. يا كريم ازيك؟ ازيك؟ طبعا مساء الخير عليك زميلي العزيز امير هشام، برحب بيك في البدايه وكل التحيه لكل مشاهدينا وكل جمهور النادي الاهلي. اهلا بيك كريم، يعني عايزين نطمن من خلالك على استئناف النادي الاهلي لتدريباته النهارده، ابرز ملامح المران، الامور ماشيه ازاي والكواليس، طمنا بشكل كبير جدا. يعني بالتاكيد في البدايه انت طبعا اتكلمت على حاجه مهمه جدا وهي ارضيه ملعب مختار التتش. يعني انت عارف زميلي امير الضغط الكبير اللي كان الفتره اللي فاتت والتدريبات المتتاليه ثم العوده للمباريات، يعني كانت بتبقى مسميه يعني بتسبب لود شويه طبعا على العمال المتواجدين طبعا لصيانه الملعب، لكن اما بيبقى في وقت والعمال بيكونوا متواجدين بيقدروا ان هم يظهروا الشكل اللي بنشوفه من خلال المباريات الوديه اللي بتذاع على شاشه قناه النادي الاهلي من خلال التدريبات. هو بس يعني ملعب مختار التتش محتاج وقت ومحتاج ان اللعيبه يعني تبعد عنه شويه، لكن يعني ملعب ممتاز كالعاده طبعا ملعب مختار التتش، والحمد لله ما بنسمعش اي شكوى من اللعيبه على قد ما بنسمع من بره، لكن احنا بناخد الكلام والحقيقه من لاعبي النادي الاهلي. لا بس في تطور يا كريم ملحوظ في الحقيقه، ان احنا نحصل على كل البطولات. في تطور واضح جدا طبعًا على طبعًا الملعب طبعًا يعني عن الفترات اللي فاتت. بالتاكيد طبعا زميلي امير انت عارف المجهود كبير جدا مجلس الاداره الحقيقه بقياده كابتن محمود الخطيب بيحاول ان هو يوفر كل سبل الراحه لفريق النادي الاهلي، لان لو ما فيش سبل راحه متوفره وما فيش امكانيات مش هنشوف البطولات العديده اللي بياخدها للنادي الاهلي مع الجهد الكبير اللي احنا بنتمنى ان شاء الله زي ما شفنا الموسم المنقضي بقوته الكبيره جدا نشوف الموسم القادم ان شاء الله لفريق النادي الاهلي بحصول على كل البطولات، ومنها باذن الله بقى البدايه تكون في البطوله الافريقيه. انت ذكرت ايضا كمان ان شاء الله باذن الله للمره الثالثه على التوالي حلم كبير بالنسبه لنا، ده يكون امر كبير جدا جدا يعني عظمه كبيره جدا للنادي الاهلي. النادي الاهلي عظيم بهذا الامر، النادي الاهلي عظيم اما بيبقى عندنا الطموح اكبر من كده، بنحقق بطوله واثنين وثلاثه وعندنا الرغبه كبيره جدا. لعيبه النادي الاهلي عندها الرغبه وعندها الامكانيات ان شاء الله الفتره اللي جايه ان هي تحقق كل البطولات اللي تشارك فيها بالروح الكبيره وبالتدعيمات اللي احنا شايفينها. ويمكن بقى اكلمك في البدايه بقى امير طبعا على التشكيل بشكل عام او الجو العام بالنسبه لمران النادي الاهلي بعد الراحه طبعا اللي كان مستر بيتسو موسيماني المدير الفني طبعا راح لجنوب افريقيا، ولعيبه النادي الاهلي طبعا اخذ الثلاث ايام راحه. الامور الحمد لله طيبه جدا بالنسبه لتشكيل فريق النادي الاهلي، بالنسبه طبعا لتدريب فريق النادي الاهلي عفوا، لكن عايز اكلمك على اكثر من نقطه مهمين جدا هيطمنوا كل جمهور النادي الاهلي على راسهم بيرسي تاو. بيرسي تاو شايفينه النهارده في التدريب بالكامل، بياخد طبعا اجزاء تدريبيه في طبعا تدريبات بالكره، لكن جاهزيته واضح ان هو كان ماشي بشكل طيب جدا خلال التاهيل مع طبيب النادي الاهلي يعني احمد عبد الله بدني، خد جزء بالكره يعني لا 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 الاصابات المزمنه دي انت عارف بنسمعها، بس يعني الناس اللي بتحاول تهدم النادي الاهلي وبتحاول ان هي تهدم طبعا يعني من الصفقات اللي متواجده، لكن احنا بنشوفها على الواقع وبننقل الحقيقه ومن خلالك ومن خلال كل برامجنا امير. راجل ان شاء الله باذن الله يكون اضافه كبيره جدا، امكانياته رائعه ومميزه، عنده ثقافه كبيره جدا، وثقافه النادي الاهلي دي مهمه جدا. كل هنا بيتكلم على بيرسي تاو ان هو ان شاء الله باذن الله الفتره اللي جايه يكون اضافه كبيره جدا زي لويس ميكسون ان شاء الله اللي بنتمنى له باذن الله، زي ما شفناه متالق خلال الفتره اللي فاتت يتالق اكتر من كده كمان مع الانسجام الكبير. لكن بطمنك على بيرسي تاو في البدايه بيشارك في تدريبات الجمعيه، بيشارك في تدريبات الكره بنعمل بقى ان شاء الله مع المباريات الوديه القادمه اللي بننتظر طبعا كابتن سيد عبد الحفيظ وبيتسو موسيماني تحديدها، سواء مباراه او مباراتين قبل طبعا المباراه الهامه جدا في دور 32 امام الحرس الوطني بطل النيجر، لسه الامر ده لم يتم حسمه بشكل كبير، لكن من المؤكد ان يكون في مباريات وديه للاطمئنان بشكل كامل على حاله اللاعبين. اللاعب الثاني كمان اللي باكد عليه وهو محمد مجدي قفشه، محمد مجدي قفشه متواجد في تدريب النادي الاهلي، ودي نقطة مهمة جدا لأن الجهاز الفني بعد الاستبعاد يعني الرؤية الفنية طبعا زي ما المدير الفني طبعا مستر كيروش صرح ان محمد مجدي قفشه ومحمد شريف رؤية فنية، محمد مجدي قفشه متواجد رغم حصوله على ثلاث أيام أجازة، ثلاث أيام لمحمد شريف وثلاث أيام لمحمد مجدي قفشه، ده طبعا كان قرار من الجهاز الفني، لكن الحقيقة محمد مجدي قفشه يعني روحه كبيرة جدا وإصراره كبير جدا. الراجل كان ممكن يكون متواجد يا أمير وثلاث أيام يكون خارج التدريبات ويقضي طبعا حياته، لكن حب النادي الأهلي وحبه للتدريب وثقته الكبيرة في نفسه ده حاجة كبيرة جدا. الراجل بيحرج وبيفرح وبيتكلم على اللعيبة، مفيش أي حاجه ده تدل على ان الثقه الكبيره جدا في امكانيات محمد مجدي قفشه وايضا محمد شريف. هو محمد شريف طبعا اللي فضل ان يبعد شويه عن التدريبات وهياخد الراحه ثلاث ايام كامله، لكن محمد مجدي قفشه متواجد في التدريب بالكامل، بنتمنى ان شاء الله محمد مجدي قفشه باذن الله ان شاء الله على مدار الايام القادمه وبدايه من مباراه النيجر يكون كالعاده في تالق. وحسين الشحات متواجد بكل قوه بعد اجهاد الضمه اللي كان شعر بيه خلال الايام الماضيه، والحمد لله التدريب ماشي بشكل جيد، الراجل ماشي على
التكتيك. عندنا طبعا غيابات لعيب المنتخب وعندنا عدد من اللعيبه اللي طالعه طبعا من قطاع الناشئين، لكن كلها استفادات فنيه امير اكيد لكل اللاعبين، سواء الراجل بيطمن بشكل عام على اللاعبين او الوافدين الجدد اللي متواجدين مع فريق النادي الاهلي. يا رب ان شاء الله باذن الله يستمر الحماس اللي احنا شايفينه والجديه مع لاعبي النادي الاهلي على مدار الايام القادمه ان شاء الله. ان شاء الله.